السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، نهار جديد. الفيديو تاع اليوم بزاف بزاف شباب شيلات، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. فيه وصفات، فيه مشتريات، فيه تنظيمات. غادي نبدا لكم ان شاء الله بالمطلوع اللي طلبته مني متتبعة، اللي هو مطلوع الفارينة. يجي خفيف خفيف، قطن قطن، يجي اسفنجي من الداخل، ما فيه لا تعب لا حتى حاجة، غير تبعوا المراحل وان شاء الله تجيكم سهلة بسيطة. بعطيتها لكم بالمقادير مضبوطة. وعدنا تاني وصفة عصير الياورت، وعدنا مشترياتي وتنظيمات المطبخ جديدة إن شاء الله تعجبكم ويعجبكم الفيديو نتاع اليوم. بقى لي غير نقول لكم فرجة ممتعة للفيديو. ما تنسوناش بهذاك الجام، بيان سيغ دايما نقولها لكم، ماشي دايما نقولها لكم، وين تفكرها نقولها لكم. نقول لكم ما تنسونيش بهذاك الجام، ما تبخلونيش بهذاك الجام، وخليكم مع الفيديو كما نقول لكم متابعة ممتعة للفيديو. الفارينة تاعنا انا درت 3 عبار نعبر بهذه الغرفية كما راكم تشوفوا فيها. هاد الغرفية دير لي خبزة تاع مطلوع. انا اللي متبعيني عارفيني بلي ما نبغيش المطلوع الغليظ، ما نبغيش الخبزة تاعي تكون غليظة بزاف، نبغي المطلوع تاعي يكون رقيق. شنو غادي ندير معاها؟ غادي ندير معاها مغرف معمرة مليح 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 تاع خمارة الخبز. غادي ندير معاها مغرف تاع السكر باش يعاون الخميره تاعنا هذيك باش تخدم راي ترفع. وغادي نديرو نص مغرف ولا مغرف صغيره تاع الملح هكا. ومن بعد بيان سور الماء دافي نبداو نخلطو العجينه تاعنا. العجينه تاعنا تاع الخبز الفارينه ما يجيش ناشف كيما تاع كيما تعملي تخلطيه بالسميد، قلت لك العجين تاع السميد ويجي ساهل. ثاني هذا بالنسبه ليا يجيني ساهل، باسكو الفارينة راكو عارفين الماء اللي طولها يقعد فيها ماشي كيما السميد. السميد يشرب. نتمنى ان شاء الله اللي طلبوا مني الوصفه بلي عاوديها لنا يكونوا في المشاهده وتبعوها. هذا هو القوام تاع الخبز تاع المطلوع تاع الطاجين تاعنا تاع الفارينة. اكد نعاود عليها، يجي هكا خفيف ما يجيش ناشف باش الخبزه تاعك تجي خفيفه. غادي نقعد هاكا ندرب فيه واحد شويه، ما تشوفش دقائق ولا تشوف الخليط تاعك ولا لك شباب ولا لك رطب. نعاود نتلاقاو ان شاء الله باش تشوف العجينه كيفاش ولات. هذا هو القوام اللي غادي نتحصلوا عليه. بعد ما تحصلوا على هذا القوام شنو نديرو؟ نخلوها نغطوها ونخلوها تريح. انا عندي باغي نديرها في اون بواط، عندي اون بواط كبيره، راه نديرها في اون بواط كبيره نخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها ونعاود نكمل. شوف ها هذا هو العجين تاعنا. بعد ما خلينا العجينه تاعنا خمرت وريحت غايه الغايه، كما قلت لكم لازم الحجم تاعها يتضاعف. شوفوا الحجم تاعها كيفاش ضاعف لي ما شاء الله، باش تعطينا النتيجه اللي نحوسوا عليها. شنو غادي ندير دروك انايا؟ غادي ندهن يدي بشويه تاع الزيت. انا ما نفضلش نديرو بالماء باسكو الا درتي الماء غادي تزيدي تجريها اكثر واكثر. نكسرو هذاك التخميره تاعنا هكا. هذه طريقه بالطرق تاع المطلوع، كاين شحال من وصفه على المطلوع، كاين شحال من طريقه، كل وحده ودير الوصفه اللي تساعدها. ومن بعد رمدوها، كبرتها شويه، طندوها في السميد، نحطها تاعنا في السميد ونحطوها. انا هاد البابي راه مريحني على ما شريت، نديره دايره سبيسيال للعجين، دايره سبيسيال للمطلوع نتاعي. غادي تجيني واحده شويه صغيره عليهم، معليش انا مين نفد الحبه نتاعي نعرفها لا راها ناقصه ولا خصها ولا راها هذيك هي. ها هو الخبزه تاعي، غادي دروك نخليهم يرتاحوا غير واحد شويه زوج دقائق ولا ثلاثه باش نعاودوا العجينه تاعنا تطلق روحها ونولو باش نعاودوا نخلوها. غادي نخليهم يريحوا واحد زوج دقائق ولا ثلاثه ونعاود نولو لهم الا ما غسلت يدي. هنا بعد ما خليتها زوج دقائق طويل على الوقت اللي غسلت يديا وليت،
نقولها نقرصوا الخبيزات نتا هنا تاع المطلوع. الا شتي يدك تلصق بيان سيغ دير دري فوقها شويه تاع السميد، السميد رطب. انا نستعمل الشيات، كاين اللي بغى يستعمل السميد المتوسط نجي نستعمل المتوسط، انا نبغي نرطب باش متوسط. هاكا نزيد نمشي الحبيب الخبيزات تاعي الاخرين، نغطيهم ونخليهم يعاودوا يخمروا غايه الغايه، ما تقلقوش عليهم باش يجينا خبز الشباب. غادي نعاود نكمل نغطيهم ونخليهم يريحوا يخمروا. وهنايا اكيد بعد ما خليت العجين تاعي خمرت لغايه الغايه وطلعت كما راكم تشوفوا فيها، نسيي نرفدها غير بشويه، نفض شويه هذاك السميد ونحطو الخبز تاعنا في الطاجين. الطاجين كنت مقويه عليه النار باش يحمالي مليح، ومن بعد ندير على نار متوسطه باش نطيب المطلوع تاعي، ما يبغيش النار قويه بزاف. غادي نخليه يطيب على الوجه الاول ومن بعد نقلبوها للجهه الثانيه. كما راكم تشوفوا الفقاعات هذه قبل ما تطيب ما والو، راه ديجا راه دايره فقاعات من التلمون، خليناها تريح غايه وخمرت لنا مليح. هنا كما راكم تشوفوا راه منفوخه، راه ما شاء الله طلعت لي غايه الغايه. هنا غادي نسيي نقلبها ونخليها تزيد تحمر من الجهه الثانيه، والمطلوع تاعنا ان شاء الله يكون واجد. وغادي نطيب الخبيزات نتاوعي وبعد نتلاقاو باش نشوفوهم كيفاش جاوا. هنا تقدري تدوريها انا باسكو صاي وجه هذا راه طايب، تقدري تشيل العجينه تاعك المطلوع تاعك. غادي نطيبها ونولي لكم ان شاء الله. هذا هو المطلع واجد تاعنا، راه وجد، راه طاب الخبزه تاعي طابو. شوفوا كيفاش يجو، يجو ما شاء الله، يجو روعه، خفاف خفاف خفاف. ودوك نقسم لكم وحده باش تشوفوها من الداخل، شوفوا كيفاش جاوني خفاف، يجو ما شاء الله. شوفوا شوفوا كيفاش خفاف، دوك نقسم لكم وحده باش نوريها لكم كيفاش تجي من الداخل. تكون خاطي هذا الكسيم تاع تاع الخدمه. شوف المطلع تاعي كيفاش يجي، يجي روعه، يجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله اللي طلبت مني الوصفه تكون في المشاهده ان شاء الله وتتبعها معايا، اسهل من هذه الوصفه ما كاينش. شوف شوفوا طريه ما شاء الله، ومن الداخل سفنج. ودربك غادي نروحو للوصفة الثانية اللي هي العصير تاعنا تاع الياغورت، اللي بزاف بزاف ساهل بزاف بنين، بطريقة مبسطة جدا جدا جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا لي الخبر كيفاش جاكم، شنو غادي تستحقوا. شوفوا الشيلات، انايا كيما راكم عارفين اني خادمة المركز، راه عندي مركز الليمون، ولكن انت الا ما عندكش مركز الليمون غادي نعطيك طريقة باش تخدمي به بالليمون. شنو نسحقو، نسحقو زوج حبات ليم الا كانوا كبار، انا تاوعي صغار درت ثلاث حبات، ديري ثلاث حبات تاع الليم. تحكمي الحبات تاع الليم تاعك، تغسليهم مليح، ترابيهم، ترابي الحبات تاع الليم، تقسميها بين زوج، تعصريها هذوك الحبات تاع الليم، يا اما زوج يا اما ثلاثه، ديروا لهم كاس هكا تاع العبر هذا، كاس تاع السكر، تخلطوهم وتخلوهم على الاقل 6 سوايع، اقل مده تخلوهم 6 سوايع، خطره على خطره تخلطوا داك الخليط نتاعكم. ومن بعد مين تخلوهم ديك 6 سوايع تحكبوا الميكسر اتميكسوهم، ومن بعد ميتمكسوهم تصفوهم وديروهم في الغراف نتاعكم، وتزيدو لهم الياغورت والماء تاع العبر تاع الماء تاعكم، وراه الجي تاعكم واجد بنين ناسيوغيل شباب روعه. انا عندي كما قلت لكم المركز، غادي نستعمل المركز، ها هو المركز تاعي اللي خدمته معاكم، راني دايرته في المجمد انايا، هذا المركز تاع الليمون، ما غادي ندير لا السكر لا والو لانه حلو. غادي ندير المركز تاعي بيان سور. بعد ما درت كما قلت لكم المركز نتاعي تاع الليمون، غادي نزيد له بوطا ياغورت. ياغورت تبغوا ذوق الفانيليا، تبغوا ذوق الليمون، تبغوا ذوق الفراوله، الذوق اللي تبغيه انتيا يجي مع هاد الوصفه تشري. لا بغيت ديري زوج ليطرو تاع الماء دي تشري زوج. انا غادي نبغي دائما نبغي العصير تاعي يكون مركز، الو غادي نستعمل غير واحد تاع ذوق الفانيليا، ماشي نستعمل زوج باش من الذوق يقعد لي الذوق تاع الحامض تاع الليمون. هنايا غادي نفرغوا الياغورت نتاعنا،
وغادي نزيدو له لتر تاع الماء نتاعنا. ونخلطوا، تبغوا ديروا ميكسور تميكسو بالميكسور. انا غادي نخلطها مليح ونعاودوا نشوفوا. وتبغوه ماشي قاطع، تبغوه عادي، تنجموا توصلوا حتى زوجيطو تاع الماء. هذا هو الجوي تاعنا، راه واجد ساهل، اسهل منه ما كاش. سورتو لو وجدتي المركز رمضان شيرات، وجدوا المركز ولو حاجه كميه قليله الرمضان، تسهلوا على رواحكم الخدمه في رمضان وتشربوا حاجه طبيعيه ناتوريل. ديجا هذاك المركز تحضروا منه الشربات، تحضروا منه كما حضرت معاكم الجوي تاع الفراوله، حضرت معاكم ثاني هذا الجو، كاين الجو تاع الجزر ثاني حضرته معاك بدوق الجزر، كاين ثاني بدوق الموز ثاني تحضروا بدوق الموز، تستفادوا منه بزاف 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 هذاك المركز اللي تحضروه الرمضان ان شاء الله. لا مبلغ دا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، قولوا امين. شيلات، ها هو الجو تاعي عاقد ما شاء الله، البنه روعه روعه روعه. غادي نشوفو دروك المشتريات تاوعي، كيما عرفتوني دائما وصاي راك ولفتوني نورمالمون، بلي المشتريات تاوعي بسيطة. أنا في الحقيقة دي فوا مكنتش قاعدة باش نشري، نخرج هاكا ولا نشوف. كاين بزاف تاني يسقسوني يقولولي مين تشري الحانوت اللي تشري منه، أنا ما عنديش شيرات حانوت سبيسيال. أنا نكون نتمشى نلقى حانوت مول تاع مواعين، ندخل نضرب طلة عنده نلقى حاجة تعجبني، وعلى حسب الدراهم اللي يكونو تاني عندي في الصاك نرفدها نشريها. ألوغ اليوم مشيت منظمات كيما راكو تشوفو معايا، صح هادو منظمات بلاستيكية، انا في الحقيقة مي شفت الزيتون شريتهم، دوك نشوف واش غادي نديرو فيهم. فيهم ثلاثة بيان سور، هادو خلصتهم 20 شيرات، اللي سقسوني شحال خلصتيهم، هادو خلصتهم 20. انا بغيت في البلون ولكن ما لقيتش في البلون، شافا علاه مضروبة على البلون كيما هاكا. فيهم ثلاثة، دوك غادي نغسلهم ونشللهم ونخليهم يكترو ونشوف واش غادي ندير. هادو هما البقيات الجدد اللي شريتهم، موديل جديد باه يهبلونا، خاطر كل مره تروحي تلقي حاجه جديده حاطيها، مانيش عارفه وين تنحبسو. كيما راكو تشوفوا فيهم عجبني الشكل تاعهم، الكاميرا ما التليفون واش عطيهم حقهم. هذه شبكه نورمالمون تنقلع، مانيش عارفه هذه الشبكه على راهم دايرينها هذه. ها هما جايين في البلون، جايين بلا تاعهم ثاني شباب براتيك. هذه كبيره، هذه مغي ماهاش تبان لكم، جايه كبيره. هذه خلصتها 30 ميل. هذه الشبكه مانيش عارفه على باش علاه داير، اللي تعرف علاش داير هاد الشبكه تقول لي، بالك غير باش ما بين وحده وحده باش ما يقعدوش يطرقبوا مع بعضهم. هذه الزوجه ثاني لا ميم كبيره، وكاين هذا الموديل الصغير، شوفوا كي شابين، ميم كاليتي تاع الزاج تاعهم ثقيله تقال. هاكا جايين، جاي فيهم هاد ديك تاع تاع الرخام، كي هاد الموديل تاع المواعين راه بزاف تاع المويات، راهم الفناجي لهم سيرفيس بزاف بزاف كيما هاكا. هاد ستيل عجبوني الوغ رفدتهم، وغادي ان شاء الله غادي نغسلهم ونشللهم ونولو باش نشوفو واش غادي نديرو فيهم. خليكم معايا. هنا بعد ما غسلت العلب نتاوعي وخليتهم يقطرو غايه راهي نشفو مليح مليح، غادي نوريكم واش غادي ندير فيهم. انا قلت لكم مي شفت هاد التصويره جاتني فكره اش غادي ندير فيهم. الزيتون كما راكم تشوفوا، وهادو ما غاديش نبارطاجيهم معكم اليوم، غادي نخليهم فيديو واحد اخر. غادي نوريكم في البلاكار تاعي كلشي بدلته، كما قلت لكم في واحد الفيديو شريت معكم مشتريات ثاني كيما هكا منظمات، قلت لكم بلي عندي شحال من نوع، شحال من علبه، كل علبه وحدها. الوغ شريت ثلاثه من قبل وهادو ثلاثه وخد اخرين. الوغ غادي من بعد نبارطاجي معكم اش غادي ندير فيهم ان شاء الله، غير خليكم معايا. هنايا راني شاري كميه، شاري الزوج تاعي كميه تاع الزيتون، الوغ غادي ندير فيهم الزيتون. هنايا شرينا، شاري هذا الموف، هذا اللي جاي اللون تاعه موف، وين غادي نديرو؟ غادي نخلطه مع الكحل خير، غادي نفرغها في هاد العلبه الكبيره كاع كبيره. انا جو بريفير هادو تاع البلاستيك في الفريجيدير، فخيم تاع الزاج وتاع الزاج الحاجه الاولى، يجو هكا طوال ما يجوش زعما شادين رواحهم تخاف يطيحوا ولا كلها. والزاج ثاني واعر في الفريجيدير يقعد في الصغار وكلشي يخربوا، راهو نخافوا من الصغار يخربوا. انا هنايا ما غادي نغسل حتى الزيتون،
لا نفضل ندير نوع وحده باسكو راك عارفين داك الزيتون داك حل شافيه فيه يطلق هذيك لا كولور نتاعه. انا نفضل ندير الزيتون الكحل تاعي وحده باش مين نبغي نستعمله نغسله يطلق الكحوليه تاعه. الا درتها مع الاخر غادي يطلق لي الكحوليه فيه. هنايا كيما راكم تشوفوا انا هذه الكميه شيلات تقعد لي حتى 20 جوغ. وهنايا عندي الزيتون الحار. الزيتون الحار انا ما يخطينيش باسكو من كيقولوا حنايا الزيتون المفضل عندي هو الزيتون الحار. نبغيه بزاف بزاف بزاف. نضاري نخدم الزيتون فوق الزيتون. يا فوالا الزيتون الحار. هذه العلبه شويه كبيره بصح معليش قلت لكم نضاري نخدم الزيتون انا هاكا مشرح تاع الخدمه نشرحها ونملحها ونبدل له الماء وندير له صوالح وندير له لي زيتيس نتاعو. ولكن هذا العام والله ما خدمتش معليش العام الجاي ان شاء الله. هذا الزيتون تاع الطاجين المنتخب تاعنا. هذا ما غاديش نديره في علبه باسكو غادي نطيبه. الوغ هادو هما العلبه تاعي شادرت فيهم. لا درنا فيهم الزيتون تاع الصلايط. قلت لكم انا الزيتون ما يخطينيش نبغي بزاف الزيتون. دي فوا غير بلا سلطه ندير غير طبسي تاع الزيتون بزاف عليا. الوغ هذا هو الزيتون اللي شادرت فيهم العلبة تاعي. الاخرين البويضين حتى من بعد نقول لكم اش غادي ندير فيهم ان شاء الله نبارطاجي معكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم تهلاو في صحتكم واحبكم في الله ونشكركم بزاف على الدعم تاعكم ونخليكم بخير وعلى خير والسلام عليكم.